هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع النهاردة أن يشهد طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة، رطب ليلا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد. صباح الخير عليك يا دكتور، أتمنى حضرتك تكوني بخير، واحكي لنا عن الجو النهاردة عامل إزاي. صباح الخير على حضرتك استاذة بتنقل، صباح الخير على كل المشاهدين. احنا طبعا بالفعل مدينة بتتأثر بالأجواء الخريفية بشكل كبير خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل باستقرار تام في الأحوال الجوية. مصادر كتل هوائية معظمها صادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ده على سطح الأرض، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحيط جزء من أشعة الشمس، فأيضا بتساعد إن ما يكونش في ارتفاع في قيم درجات الحرارة العظمى. فترة النهار على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، في وجود نسب رطوبة في الجو لكن هي مش مرتفعة بشكل كبير زي الأسابيع الماضية، وده ممكن يخلينا نحس لو تكون 33 أو 34 درجة مئوية نسب رطوبة بدأت تقل تدريج، كمان خلال الأيام المقبلة هتقل تماما نسب الرطوبة مش هنحس بيها في الجو. فبالتالي أجواء فترة النهار معظم المحافظات خاصة المحافظات الشمالية بتكون أجواء حر رطبة، في المحافظات الجنوبية تحديدا جنوب الصعيد بتبقى الأجواء شديدة الحرارة ده خلال فترات النهار وكمان بيكون في فترة الظهيرة. التحسن الكبير في الأحوال الجوية فترات الليل، كلنا بدأنا نشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية في فترات الليل، بدأنا نشعر ببعض البرودة الخفيفة في فترات الليل المتأخرة. الجو حلو قوي فعلا بالليل بالظبط، وفترات كمان الصباح الباكر قيمة درجة الحرارة الصغرى انخفضت 22 و23 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، كمان المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بتحس بقيم درجات حرارة أقل من دي، فبالتالي أيضا أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة، خاصة كمان مع وجود نشاط لرياح فترات المساء ساعات الليل، ده بيلطف الأجواء بشكل كبير بيقلل إحساسنا بنسب رطوبة. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس ما بتأثرش تماما على حركة المرور. الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ما فيش أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة لحد نهاية هذا الأسبوع. في نصايح يا دكتور للناس وهم خارجين الصبح أو بالليل؟ هو طبعا احنا لازم ناخد بالنا في الفتره اللي جايه من نوعيه الملابس، لان السمه الاساسيه في فصل الخريف خاصه النص الاول هو فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيزيد بشكل كبير، فرق قيم درجات الحراره ممكن يسيبنا بنزلات البرد. نوعيه الملابس خاصه اللي بيخرجوا في فترات الصباح الباكر او بيرجعوا من اشغالهم في فترات الليل المتاخر يفضل تبقى الملابس تبدا تكون ملابس خريفيه، لان البروده دي هنحسها دايما في فتره الليل المتاخر او الصباح الباكر. مهم كمان القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه في فترات الصباح الباكر، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. مهم كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان فصل الخريف الرطوبات الجويه الحاده والسريعه في اي وقت بيحصل تغير في الاحوال الجويه، الاحوال الجويه دي مستقره لحد نهايه الاسبوع، بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون بس في ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره، لكن هو ارتفاع طفيف ومؤقت وسريع كمان لان سرعان ما هتنخفض قيم درجات الحراره ان شاء الله مع يوم الثلاث، فهو الارتفاع هيكون حد واثنين وتعيق قيم درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه ان شاء الله والتكفيه مع يوم الثلاث. قلنا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره. شكرا ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وخلونا دلوقتي مشاهدينا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. ففي القاهره العظمى هتكون 32، الصغرى هتكون 22، العاصمه الاداريه هتكون العظمى فيها 33، الصغرى 21، الاسكندريه 30، 23، العلمين الجديده 29، 22، مطروح 29، 22، دمياط 29، 23، بورسعيد 30، 23، الإسماعيلية 33، 21، السويس كمان العظمى فيها هتكون 32، الصغرى هتكون 23، العريش 30، 22، سانت كاترين 27، 14، طابة 30، 24، حلايب 35، 29، شلاتين كمان هتكون 37، 27.
الفيوم العظمى فيها هتكون 33، الصغرى هتكون 22، بني سويف 33 22، الوادي الجديد 37 24، اسيوط 36 22، سوهاج 36 22، قنا 37 25، الاقصر 38 24، اسوان 38 26. دلوقتي هنرجع مره تانية لشاذلي ومنا، وجو حلو يا منا وقربنا على الشتاء طيب الحمد لله. الحمد لله فعلا الجو لطيف جدا اليومين دول. شكرا جزيلا ليك يا بسنت. شكرا ليكم.